إيه هنبدأ يا جماعة. الهايبر ليبيديميا، الهايبر ليبيديميا هي اللي بيبقى معاها زانسوما. الشابتر ده فيه انتر كونكشن بينه وبين الهيستوسايتوزس، يعني انا قعدت ترتيبها شوية، يعني ممكن انتوا الورق اللي معاكم تعيدوا ترتيبه زي ما انا رتبته دلوقتي، يعني اعادة ترتيب فقط، مفيش زيادات، بس هي اعادة ترتيب. بره 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 تمام بس تلاقي بره تلاقي بره تلاقي بره يا مريم نورين. تمام. فالهايبر ليبيديميا هتلاقي فيه حاجه اسمها بلاندنسوما، هناخدها في الهايبر ليبيديميا، وخدناها برضو مع الايه يعني في حاجات زانسوما زي نيكروبيتك زانسو جرانيلوما، ده زانسوما برضو هناخدها مع الهايبر ليبيديميا، وخدناها اصلا في نون لانجر هانس سيل هيستوسايتوز. البلاندنسوما هناخدها هنا في الهايبر ليبيديميا اللي هي بالمر وايه والفيبرا اللي هي حوالين العين، بنسميها في ال اللي هي ايه اسمها بلان زانسوما في ال هنا لا ما خدناهاش في النان لانجر هانس سيل هيستوسايتوزس لازم ما خدناهاش، لا بس خدنا النيكروبيوتيك زانسو جرانيلوما. جيفينايل زانسو جرانيلوما مثلا، جيفينايل زانسو جرانيلوما برضو هنجيب سيرتها هنا في الهايبر ليبيديميا. هي مش شرط هايبر ليبيديميا يعني زايد في السيرم، بيبقى ديبوزيشن اوف هوم سيلز في التيشو، انما ممكن يبقى نورمال ليبيديميك في السيره. خلاص في حاجات معينه كده هنعرفها بيبقى فعلا في هايبر كوليستراليميا، وفي نوع واحد بس اللي هنشوفه هيبقى فيه هايبر تراي جليسريديميا. حد عارف مين اللي بيبقى فيه الوحيد المرض الجلدي اللي بيبقى اسوشيتد مع هايبر تراي جليسريديميا؟ كان اسمه ايه؟ ايرابتيف زانسوما. الايرابتيف زانسوما هو الوحيد اللي معاه تراي جليسرايد عالي، انما اي نوع تاني يبقى نورمال ليبيديميك، يبقى هايبر كوليستروليميا هو اللي موجود. طيب قبل ما نبدا لازم تبقوا عارفين انواع الليفيدز اللي موجوده في دمك، هي ما بتبقاش عايمه كده محطوطه في شنط. ايه الشنط دي؟ شنط معموله من الفوسفوليبيد وحواليها بروتينات، جواها مليان بقى الايه الحاجات اللايبوفيليك اللي هي تراجلسرايد، فيها كوليسترول ايستر. خلاص انما بره في فوسفوليبيد، في بروتين، في فري كوليسترول، في فري فاتي اسيد، كل ده بره، انما جوه الحاجات اللي هي اللايبوفيليك. تمام. طيب يعني ايه احسن نوع بنتمنى انه يبقى زايد عندنا كلنا في دمنا؟ هو الهاي دينستي لايبوبروتين ده، ابن ناس طالع من الليفر اصلا، معروف مستقبله، ده ابن ناس ومستقبله عظيم جدا، يعني بيبقى اسمه نيسنت اتش دي ال، بيبدا تو اكواير البروتينات على جسمه خلاص، وبعدين يبدا يمتص الكوليسترول من اللي حواليه عشان هو يزيد في الحجم ويبقى الماتيور هاي دينستي ليفل، وهو بيمتص الكوليسترول ده ويعمله استريفيكيشن ويحافظ عليه، بياخده من التيشو ويرجعه لبيته الاصلي اللي هو الليفر. خلاص عشان كده بنسميه الحميد، الليبد الحميد، العبد الحلو اللي احنا محتاجينه كلنا، لانه بياخد الحاجات الفائضه عن السكان ويرجعها تاني للايه لبيت المال. انما اللودنس لابروتين ده الولد البايظ الخربان اصلا، ملوش اصل قوي من الليفر، هو اصلا نتيجة تكسير ال VLDL فعملت intermediate density lipoprotein، فلقى نفسه في الشارع كده فاضي ما وراهوش حاجة، راح متحول ل LDL. ازاي؟ بان هو راح متعبي بكوليسترول عشان يتحول ل LDL، بس يعني هو عادة هو فسدان، فهو ماشي عمال يدلدق من الكوليسترول بتاعه على blood vessels وعلى ال الانترنال اورجانز، يعني مش انترنال اورجان، بلاد فيزل مين، يعني هو خد الليبيد ده عشان يكبر ويتطور، بس مش يوديها بقى للليفر على طول مباشره، لا في السكه عمال يدلدق من الليبيد بتاع الكوليسترول استرز بتاعته او فري كوليسترول مينلي، عمال يدلدق منه لان هو الشنطه بتاعته خربانه وبايظه لان هو جايبها من نار رخيص، فعماله تلدق منه كوليسترول، فالكوليسترول عماله يترسب على الوول اوف ذا بلاد فيزل من جوه، فده طبعا يؤدي الى ان ايه تيجي حاجه اسمها فوق الماكروفاج تروح واكله الكوليسترول اللي مترسب ده، عشان في خشونه كده دلوقتي
في البلاد فيسل. فتقوم تعمل ايه؟ يعني هو دلوقتي لو كان حصل اتروسكلروز سيرات للبلاد فيسل، اول ما تدخل ماكروفاج تروح بلع الكوليسترول ده، وبعدين من كتر الكوليسترول اللي هي بلعته تتحول الى فوم سيل، وبعدين فوم سيل تروح مفرقعه ومطلعه كل التوكسنز اللي جواها على البلاد فيسل، يبقى ده يعمل اتروسكلروزس 24 قراط بقى، بوظ الدنيا خالص. تعاون ال دي ال مع الماكروفاج نيل الدنيا خالص وبوظ، خلى البلاد فيسل عامل زي الماسوره، ماسوره الميه الحديد اللي لا بيتمدد ولا بيعمل اي حاجه. ولو حصل البني ادم اتنرفز شويه يجي البلاد فيسل يتمدد، يا عيني ياخد راحته كده شويه يروح مشقق. فالتشقق ده يجمع بليتلز جواه ويعمل ثرومبس، تيجي يجي له الجلطه بقى، لان البلاد فيزل بتاعه غير قابل للتمدد بسبب الاكيميليشن اوف كل الحاجات اللي دلدقها الولد الفسدان اللي طالع ملوش اصل ده ال دي ال. انما ال اتش دي ال ده ابن ناس طالع من الليفر طوالي ويبدا يبني نفسه بانه هو بي 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 ايه بينظف المكان، بينظف البلاد فيزل من اي كوليسترول، ويروح مرجعه لبيت اهله الاصلي. يعني عنده نوع من الايه الكياسه والذكاء. ده الغبي ده هو ده اللي بيعمل لنا الايه الكوليسترول ينزلها في البلد. البي ال دي ال الحقيقه هو برده مقصل من الاول، بس جاي من الليفر نتيجه اكلك الكتير الكربوهيدرات، كلت كربوهيدرات فالليفر بتضطر تصنع ترايجليسرايدز كتير مش عارفه تودي فين، تروح مخرجاه مع ابنها اللي هو الابن اللي هو اسمه بي ال دي ال. فلو لقيت بي ال دي ال عالي اعرف ان انت واكل كربوهيدرات كتير وعندك هايبر ترايجليسريديميا، فالترايجليسرايد عالي جدا عندك بسبب الزياده الشديده في البي ال دي ال، ده متصنع من الكربوهيدرات. عشان كده دايما بيلجأوا ايه للعيانين دول، بيعملوا لهم كيتو دايت. كيتو دايت يقلل طبعا تصنيع الليفر للكربوهيدرات، لانك عماله ياكل دهون هي مصدر الطاقه الوحيد في الكيتو دايت. فالليفر بالعكس يحصل انهيبيشن لتصنيع الليبيد بالليفر، فالليفر تهدى خلاص نبطل بقى خلاص. يعني اللي يجي لها كله كايلومايكرون، كايلومايكرون ده هو اللي بيبقى عالي جدا عند الناس اللي بيعملوا كيتو دايت، لان بياكلوا كل مصادر الطاقه بتاعتهم دهون. يعني مثلا كوبايه الشاي حطوا عليها كريمه، كريمه اللي هي الكريمه اللباني دي اللي بتيجي في العلب، ما يحطوش لبن، اللبن فيه لاكتوز يعمل يزود الكربوهيدرات، يصنع لك يخلي الليفر تنتبه تاني وتعملك بي ال دي ال خلاص. ياكل الستيك بالدهنه اللي حواليها، ياكل البيض بالسمنه البلدي، انما ما ياكلش عيش، ما ياكلش رز، ما ياكلش مكرونه اللي ممكن تصنع له بي ال دي ال خلاص. فالكايلو مايكرون ده الاندوجينس ترايجلسترايد، البي ال دي ال ده سوري الاكسوجينس ترايجلسترايد، ده الكايلو مايكرون اللي هو من اكلك الدهون من بره، وده بيبقى عالي في اللي عندهم كيتو دايت. البي ال دي ال ده اندوجينس يعني بتصنع الليفر، ما باليد حيله مش عارفه تعمل بيه ايه، انت عماله تاكل عيش ومكرونه ورز وسكريات كتير فمش عارفه تعمل ايه، فبتزود البي ال دي ال، تروح مطلعاه بره شوف اي جسم يحتاجه. هو ده اللي بيرست بتراجلسترايد بقى في الاديبوز تيشو والحاجات دي بتخن البني ادم، هو البي ال دي ال. ولو فضل في الدم ممكن يروح للبنكرياس ويعمل لها الهايبر تراجلسترايد وتعمل لك ايه اكيوت بنكرياتايتس. ال ال دي ال قلنا الولد الفسدان اللي هو نتيجه ان البي ال دي ال وزعت اللي عندها وفضل انترميديت دينستي وراحت ايه ماليه نفسها البي ال دي ال بالكوليسترول، الفري كوليسترول بالذات، وتبدا تدلدقه وهي ماشيه. الاي اتش دي ال قلنا ده المؤصل اللي طالع من الليفر وبيلم يرجع للليفر تاني، فهو اعلى نسبه للبروتين، عشان كده هو اتقل واحد فيهم لان نسبه البروتين فيه عاليه خلاص. فعشان كده بنسميه الهاي دنسيتي لايف بروتين. الهاي دنسيتي لايف بروتين هو اكثر وزنا في السنتريفيوجيشن، وهو الاسرع مشيا في الالكتروفوريزيس لانه مليان بروتين مليانه تشارج. طيب الكايلو مايكرون هو الاخف وزنا وهو الابطا في الالكتروفوريز، عشان تلاقيه هنا موجود. طيب البي ال دي ال والال دي ال بينعكسوا، هو هتلاقي ال دي ال تقيل خلاص لان في ايه كوليسترول كتير، كوليسترول ده فري كوليسترول بالذات، مش كوليسترول استر، فري كوليسترول بالذات كبير
فتلاقي وزنه تقيل في الالكتروفوريسس، انما هو بطيء الحقيقه في المشي على سوري هو وزنه اتقل من البي ال دي ال في السنترفيجيشن قصدي، انما بيبقى خف شارج من البي ال دي ال في الالكتروفوريسس نتيجه ان هو برضو عنده اللي هي الكوليسترول استر عالي جواه والكوليسترول الفري بره برضو، بس مش لدرجه ان هو يزيد في التشارج عن البي ال دي ال. البي ال دي ال تلاقيه خفيف في السنتريفيجيشن انما سريع في الالكتروفوريس، اسرع من ال دي ال، هما بينعكسوا ال دي ال والبي ال دي ال في الالكتروفوريسس. بدل ما البي ال دي ال هو خفيف، لا هو اسرع في المشي. ال دي ال تقيل بس هو ابطا في المشي، ماشي؟ الالكتروفوريسس. يبقى الكالوماكرون ده اكسوجينس تراجلستر. كالوماكرون ريمينانت بعد ما بيوزع، ماشي؟ ودي بتاخده الليفر، الكرتونه الفاضيه بتاخدها الليفر اسمها كالوماكرون ريمينانت. البي ال دي ال ده اندوجينس تراجلسترايد، دي نتيجه اخذ الايه؟ كربوهيدرات كتير. فلو واحد طبيعي وعيلته طبيعيه وعنده بي ال دي ال عالي، اعرف ان هو بياخد كربوهيدرات كتير في اكله. انما لو هو اصلا فاميليال عيلته كلها عنده بي ال دي ال عالي، يبقى اعرف ان عنده نقص في اللايبو بروتين دايبيز، اللي هو بيكسر لك البي ال دي ال عشان يوزع اللي جواه للانترنال اورجن، يديه الاديبوس تيشو عشان يعمل سبكوتينيس فات، يديه للاورجنز اللي عايزه تراجل سترايد عشان تبقى مصدر للطاقه ليها، واخد بالك؟ تمام. انما البي ال دي ال ريمننت او الانترميديت دينست لايبو بروتين ده اللي هو بياخد بيتملي بقى بعد كده كوليسترول ويتحول الى ال دي ال، بيحصل له هيدروليسيز الى ال دي ال، وطبعا ال دي ال ده بقى بيروح للتيشوز والبلاد فيزل، هو بيدي للتيشوز كوليسترول صحيح، بس ايه يدلدق هو ماشي الكوليسترول ده على البلاد فيزل. الاتش دي ال لا، ده بياخد من التيشو يوديه للليفر عشان هو يبني نفسه، لان هو بيبقى في الاول نيسنت صغير وبعدين يبدا يكبر 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 بالكوليسترول استر اللي هو بياخده من التيشوز ويرجعه للليفر. تمام. اهم بروتينات بتبقى موجوده على الحاجات دي الكايلومايكرون ابو بي 48 والبي ال دي ال، اهم واحد فيه ابو بي 100. الفرق بينهم الاثنين طالعين من نفس الجين على فكره، بس الفرق بينهم ايه يا فيروز؟ انت حضرتي معايا الفرس، الفرق بينهم اللي هو بي 48 بيشتغل على الكولي مايكرو والبي 100 على ال تي ال، ماشي؟ لا الفرق بينهم في الطول، ده لايبو بروتين لايبيز. لا الابو بي 48 الطول بتاعه اقصر من الابو بي 100، لان هنا وقف الترانسليشن قبل الابو بي 100، يعني عايزه تعملي كايلو مايكرو كان بياخد نفس الجين بس ايه وقف الترانسليشن عند رقم معين، فبيبقى وزنه 48 كيلو دلتا، انما ده وزنه 100 ليه؟ لان اتطول للاخر، عمل الجين كله للاخر فعمل الابو بي 100، انما ده الجين بتاعه وقف في النص فعمل الابو بي 48، انما الاثنين على فكره جايين من نفس الجين. الفرق بينهم ان الابو بي 48 بيبقى عنده حاجه اسمها اللي انتوا خدتوا موليكولار بيولوجي، مش انتوا خدتوا موليكولار بيولوجي في الفيرست يا فيروز؟ حاجه اسمها النون فيرست ميوتيشن، nonsense mutation. خدتش nonsense mutation؟ اوكي. اللي هي حصل termination قبل الميعاد، حصل termination قبل الميعاد، فحطوا stop codon في النص فراح موقف الترانسليشن عند مرحله معينه فبقى وزنه 48 كيلو دلتا، انما ده كمل للاخر فبقى وزنه 100. المهم ال الهايدرس لايف بروتين بيبقى عنده ابو سي 2. طبعا الايهات كلها موجوده في كل الحاجات اللي بترجع للليفر، فبيبقى عندها اي 2 و3 و4، يعني مثلا الاتش دي ال والكالوماكرو ريمننت والبي ال دي، كل الحاجات تقريبا فيها الايهات اي 2 و3 و4. ال دي ال ما عندوش، ال دي ال ما عندوش الا الابو 100 فقط اللي بيخليه يرجعه تاني للريسبتور بتاعت الليفر، يعني بعد ما نيل الدنيا بره يعني عمل كل الموبقات، راح موقع الكوليسترول على البلاد فيزل وخلى الماكروفاج تبقى بوظ للبلاد فيزل، راح راجع كده بهدوء على ال دي ال ريسبتور، راح ايه داخل خلاص. في
في ساعات حتى ال LDL receptor دي من كتر الغضب بتاع الليفر عليه بتروح قافلاه. ده بيبقى حاجة جينيتك ميتيشن كده في بعض الفاميلي، تعمل فاميليال هايبركوليستيروليميا نتيجة نقص ال LDL receptor ده، في ال LDL كمان ما بيعرفش يرجع للليفر، فبيزيد جدا ال LDL في الدم نتيجة قفل الباب بتاع الليفر قدامه مش عايزة ترجعه، فيبوظ أكتر يبوظ أكتر، تلاقي عنده هايبركوليستيروليميا. يعني إيه؟ يعني الكوليسترول ينزل على البلاد فيزل يعمل له تصلب. خلي بالك فايدة الأبو بي 100 عشان البايندينج للال دي ال ريسبتور، فايدة السي 2 بتاع الاتش دي ال عشان اللايبوبروتين لايبيز اتش دي ال وبي ال دي ال برضه، لأن كل دول عندهم تراجلسترايد، بس طبعا البي ال دي ال أهم لأن هي المليانة أكتر تراجلسترايد، دي فيها تراجلسترايد بس قليل، إنما بي ال دي ال فيها هي والكايلو مايكرون، فبيبقى عندهم السي 2. الإيهات كلها في كله ما عدا ال LDL فيها إيهات عشان برضو bind to LDL receptor، فالحاجات دي هي اللي بتسمح برجوعه للليبر، هي الإيهات لكل الأنواع إيهات، إنما لل LDL بس الأبو بي 100 هي اللي بترجعه للليبر. تمام يا دكاترة؟ عرفتوا فايدة الأبوهات؟ الأبو بي 48، أبو بي 100، أبو سي 2، أبو إيهات 2 و 3 و 4، بيرجع كل الحاجات دي الرمنت بتاعتها للليبر. تمام. الديزايربل انت اوبتيمال فاليو بتاع كل نوع ممكن تتسال فيه، تراجل سترايد 150، تتر كوليسترول مش اقل من مش اكتر من 200، ال LDL كوليسترول بيبقى اقل من 100، ال HDL كوليسترول بيبقى المفروض اكتر من 40 واحسن لو وصل ل 60. تمام. ايه الانواع بقى بتاع الهايبر ريبيديميا؟ هتلاقي نمبر 1 ده لايبوبروتين لايبيز، ده هايبر تراجل سترايديميا. الأربعة اللي هي 4 و5 برضو هايبر تراجلسيديميا، يبقى 1 و4 و5، انما 2 و3 دول اللي هم اللي هم هايبر كوليستيروليميا. سببها ايه؟ 2 دي نقص ال LDL ريسبتور ونقص الابو بي 100، لان ال 2 دي بتنقسم الى A و B، A اللي هي نقص ال LDL ريسبتور وال B اللي هي نقص الابو بي 100، انما 3 بيبقى نقص الابو E اللي هو بيرجعك للليفر، ما فيش مش هيرجع في الليفر، فهنزيد كل الايه الريمننت في الدم اللي هي كايلو مايكرون ريمننت دي ال دي ريمننت، فبيزيد طبعا معاها التراجلسترايد والكوليسترول الاثنين مع بعض، عشان كده بيسموها ايه برود بيتا ديزيز او بيسموها ديس بيتا لايبوبروتينيميا، يعني بيبقى فيها الاثنين، بس هي بصراحه مينلي اتس هايبر كوليستروليميا لان برضو بيزيد معاها ال دي ال والكوليسترول الفري كوليسترول في الدم. ماشي. يبقى الاثنين دول كل انواع الزنسوما بتيجي بسبب الاثنين دول، 2 و3. ماشي. انما 1 و4 و5 ده اللي بيجي معاهم الايرابتيف زنسوما نتيجه الهايبر ترايجليسيديم. ده 2 و3 يجي معاه كورونري هارت ديزيز، انما 1 و4 و5 يجي معاهم اكيوت بانكرياتايتس. تمام يا دكاتره؟ دي شكل الايه تايب 1، قلت لك لايبوبروتين لايبيز ديفيشن. طيب 2 حاجتين، يا A يا B. A اللي هي نقص الـ A الـ LDL receptor، B اللي هي نقص الـ ABO B ما اللي بترجعه الـ LDL receptor. طيب 3 اللي هي بيبقى في elevated level بسبب ان هي بيبقى في نقص عنده في الـ ABO E، فكل remnants بتزيد. الأربعة بيقول لك ان هي بيبقى في زيادة عنده في الـ production of VLDL. طيب 5 بيزيد الـ الكايلو مايكرون نتيجة ايه؟ يعني مش عارفين سببها قوي، اللي هي 4 و5 كله بيقول ان هي زيادة في التصنيع للترايجلسرايد فقط، فتلاقي ان بيبقى 4 و5 عندهم ايه ايرابتيف زنسوما هم واحد، انما 2 و3 بيبقى عندهم اذر تايب اوف زنسوما. تمام. ايه انواع الزنسوما بقى؟ طبيفتي. يعني ايه طبيفتي؟ التي تيوبرس زنسوما، البي تيوبرس وتندينيوس. تيوبرس دي بتبقى حوالين اللارج جوينتس، والتندينيوس بتبقى حوالين التندونز سمول جوينتس. تمام. البي اللي هي البلان زنسوما اللي بتبقى حوالين العين او في البالمر اسفل. ماشي. طب اف تي الاي اللي هي ايرابتيف زنسوما نتيجه زياده ترايجلسترايد. البي البروكس زنسوما بتبقى في الميوكس ممبرين. التي الاخيره هي التندينيس. خلاص انا عملت طب اف تي. طب اف تي هي دي الايه الانواع بتاع الزنزوما. التي الاولانيه تيوبرس دي
بتبقى حوالين اللارج جوينت، التندينيس بتبقى حوالين السمول جوينت، والاثنين نتيجه زياده في 2 و3 هايبر لايبوبروتينيميا. يعني صلح الايه ده، لو قلنا دي عامله 2 و2 انا كاتباها ماشي. البلانز انسوما بتبقى في البالمر والفالبيبرال، ودي بتبقى برضو 2 و3. طيب الاراكتيف انسوما بتبقى ترايجل استريديميا في 1 و4 و5. البروسي فورم قلت لك اللي بيبقى في الميوكاس ممبرين ان جينيتال، مفيش اصلا هايبر لايبوبروتينيميا معاها، هي فايندينج كده تلاقي جواها فوم سيلز واكوميليشن اوف ذا ليبيد، حاجه جينيتك تندنسي ملهاش دعوه، الليبيد اصلا ما بقاش عالي. تمام يا دكاتره؟ خلوا بالكم البلانز انسوما صحيح بتطلع، بس في معظم الناس بتوعها اللي عندهم زانسلاز حوالين عليهم دول ما بيبقاش عندهم ايه اصلا هايبر ليبيديميا في الدم، هي مجرد فوم سيلز وتجمع للليبيد في السكين برضو جينيتك تندنس. يبقى عرفتوا ايه انواع الزانسوما؟ حد يسمعهم لي كده؟ انواع الزانسوما احنا بنسجل ولا لا؟ طب افتي يبقى تيوبرس تيوبرس حوالين اللارج جوينت، البي بلانزانسوما دي حوالين ايه وايه؟ الفالبيبرال والبالم. يعني في البال وفي الايه حوالين العين، اسمها زانسلاس ولا حوالين العين. ها طب افتي ذا روكس ايرابتف الاول ايرابتف والفه ذا روكس والته تندينيس. خلاص يبقى هنا التيوبرس دي بتبقى حوالين اللارج جوينت، البلان بالمارس وزانسلاس اللي حوالين العين، ايرابتف افري وير اسوشيتد هايبر تراكل السديمة، بالروكس تبقى في الميوكوس ممبرين، تندينيس دي بتبقى حوالين سمول جوينتس وفي الايه حوالين التندونز ماشي. فدي بتبقى 2 و3 هايبر لايبوبروتينيميا زيها زي التيوبرس زيها زي البلانز انسوما زي البروسيفورم. لا الايرابتيف دي اللي دايما معاها تراجل سترايد هي اللي عالي. ادي ده مين ده؟ حد يقول لي حضرتك قلت مين اللي معاها فوم سيل بس من غير؟ كلهم معاهم فوم سيل، بس عادة بتاعت الزانسلاز حوالين العين دي تيجي تقيس الليفيد بروفايل بتاعها تلاقيها نورمال. اللي هي البلان؟ حوالين العين بالذات الزانسلاز، وتلاقيه ناس كتير يجوا بس عايزين يشيلوها بتقشير اللي هي البيلينج. تحط لهم تي سي اي 50% او تي سي اي 35 ابليجستنر هتتشال وتقع معاهم وخلاص وانتهى الموضوع. هي عندهم تندنسي بس ان يجمعوا ليبت في المنطقه دي. مين يشخص لي الحاله دي؟ دي ايه؟ دي لارج ولا سمول جوينت هنا؟ لارج. يبقى دي حاله ايه؟ تندينس. لا تيوبرس. تيوبرس تيوبرس سنسو. تمام؟ طيب. All the following are associated with tuberous sensoma except biliary cirrhosis, familial hypercholesterolemia, familial disbeta lipoproteinemia, familial hypertriglyceridemia. دي حد عنده راي ثاني؟ هي اربعة دي هي 2 و3. ايوه برافو عليك. 2 و3 فهي البيليار سيروز بيبقى معاها هايبركوليستريليميا، والهايبر كوليستريليميا اللي احنا قلنا اللي هي تايب 2A اللي هي نقص ال LDL ريسبتور. فاميليا الديسبيتا لايبروتيلا نمبر 3، انها فاميليا هايبر تراجلستريديميا دي كانت نمبر كام؟ 1 وممكن 4 5 برضه، فدول هي الوحيده اللي معاها ايرابتيف عمر ما يطلع معاها تيوبرس ابدا. نعم حبيبتي دي اللي مستحيل، يعني ديسبيتا عندها تراجلسترايد وكوليسترول خلاص بس معاها كوليسترول فيجي، انما دي مستحيل دي ترايبل سترايد بس ما معهاش كوليسترول، هتجيب ازاي تيوبرس؟ هتجيبها منين؟ التيوبرس اصلا هايبر كوليستريليميا في هي بتتجمع وتعمل لك الفوم سيل. تمام. برايمري بي سيروزس اسوشيتد مارك الليفيتد سيرام كوليسترول، ودول برضه فيهم كوليسترول عالي، انما دي هايبر تراجل استديما هي الوحيده ما بقاش معاها تيوبرس اصلا، بيبقى معاها ايرابتيف زانسوما. طب بص كده دي ايه دي؟ انا كاتباها لكم للاسف بس انتوا اعرفوها ليه حوالين الايه التندونز بتاعت السمول جوينت، دي اسمها تندينيا زانسوما، ودي ممكن تتلخبط بينها وبين الروماتويد والجاوتي نودول. تمام. نبدا مع تايب 3 و2 هايبر ليبيديميا.
تمام؟ حلوين. امال دي ايه؟ برضه حوالين التندون اسمها تندينيا زانسون. ايه هتلاقي الفرق ما بين التندينيا زانسون انها بتبقى يعني ايه ديب شويه، انما دي لاحظت سوبرفيشال لونها مصفر اكتر تيبرس صح؟ مور سوبرفيشال تيبرس، انما دي ديب عشان داخله حوالين التندون بالذات ماشي؟ فمش باين لونها مصفر، لون الجلد. طب دي ايه دي؟ بلان زانسوما. لما تلاقيها بالبالمر اعرف ان دي تايب 2 هايبر هايبر ليبيديمي. ما بين الصوابع تعرف انها تايب 3. دي تايب كام هايبر ليبيديمي اللي انت شايفه دلوقتي؟ هل انت شايف بين الصوابع حاجه؟ في بين الصوابع في على الصوابع البالمر سيرفس، انما هل في بين الصوابع فتحت صوابع وشفتها؟ يبقى دي عاده هتبقى تايب 2 هايبر ليبيديمي سواء كانت A أو B. هي A دي ناقص A LDL receptor بتاعت الليفر. أمال ال B ال B ناقص ال A و B 100 صح؟ A و B 100. طب أمال 3 ناقص A ال A و E. ايوه ابو اي ناقص، فما بيرجعش الريمننس كلها، ومن ضمنها اللي هي الانترميديت دينستي لايف بروتين بيبقى فيه كوليسترول، والريمننت بتاع الفي ال دي ال والريمننت بتاع الكلام كله ده يعني التايب 3 بيبقى عنده الاثنين هايبر كوليستروليميا وتراجليسيديميا، بس مينلي هايبر كوليستروليميا. تمام؟ دي مين دي؟ ده انت لازم عاده بتبقى نورمال ليبيديميك، بس ممكن تبقى تايب 2 او 3 هايبر ليبيديميك. طب differential diagnosis وازاي تفرقهم؟ نيكروتيك انكروبيوتيك نيكروبيوتيك اكزاندوما دانسو جرانيولوما. دي بتبقى عباره بروتينيه بيبقى فيها ulceration، هو ده التفرقه ان حصل لها ulcers قبل كده. انا اقول لك لا ما بيحصلهاش ulceration وهي ظاهره لي كده لوحدها وما بتوجعش ولا في ulceration. اي معاكي اي manifestation ثانيه يا فندم؟ حاسه بهوهن، حاسه بتعب، حاسه باي حاجه؟ لا لو مش كده يبقى هي مش بارا بروتينيميا ولا هي نيكروباكتيك زانسوجرانيوما اصلا، هي زانسلازما عاديه وممكن تقشرها لها بالفيلينج وخلاص ماشي. تمام، فهي ديفرنشال دايجنوزيس بتاع البلان زانسوما بتاع الفالفيبرال نيكروباكتيك زانسوجرانيوما دي بتبقى ألسريتنج. طب شوف البلان زانسوما عامله ازاي. معروف ان هي البلان زانسوما بتيجي بلان كده عامله زي البلان ووردز، وحلها الايه الابليتيف ليزر، او ممكن برضو تتشال بالفيلينج العادي ماشي. عاده البلان ما هي دي الزانسلازما البلان زانسوما، انا مش مركزه، انا كان قصدي فابيلر زانسوما. خلاص يبقى دي بلان زانسوما اهي زانسلازما، دي ممكن تعملها فيلينج عادي او ممكن تعملها بالايه ابليتيف ليزر. طيب ده البلان زانسوما اللي هي دي سيميلر تو ذا فافيلر زانسوما بس اسوشيتد ويز مالتيبل مايلوما لوكيميا. ده ثانيه واحده دكاتره انا صورها دي واصلح المكتوب ده. البافيلر زانسوما هي اللي ممكن، انما بلان زانسوما عاده ما بتبقاش معاها حاجه ماشي، هصلحها يا جماعه. المهم النيكروباتيك زانسوجرانيوما هي دي اللي معاها البارا بروتينيميا، هي دي اللي معاها البارا بروتينيميا او معاها المالجنسي اللي هي المالتيبل مايلوما، فبيبقى معاها ألسريشن وبتبقى دايما في اولد ايج. انما الزانسلازما ممكن تيجي في واحده عندها ثلاثينات اربعينات سنه كده تظهر لها وما فيهاش ألسريشن ولا حاجه، نوت اسوشيتد وذ بارا بروتينيا. تمام، النيكروباتيك زانسوجرانيولوما دي بتبقى قلنا ulcerated و yellowish pre orbital عادة اسوشيت مع البارا بروتينيميا بنسبة 90% و cryoglobinemia بنسبة 40%. طيب بارا بروتينيميا 90 و40% والهيستوباثولوجي هتلاقي فيها granulomatous infiltration يعني فيها epithelioid cells، فيها histocyte، فيها multinucleated giant cells، فيها foam cells، وفيها clear area of necrobiosis في النص اللي في altered collagen قلناها امبارح او لا مش انتوا. تمام، ان هي بيحصل نيكروبوز يعني altered collagen، تلاقي الكولاجين حصل له rarification وبعد عن بعضه وساب ايه مسافات فاضيه.
هي اسمها الايرابتيف زانسوما. بقى شوف الايرابتيف زانسوما عامله ازاي في كل حته في الجسم، دي تلخبط بينها وبين مين؟ تيومر. ايرابتيف سيرينجوما تبقى نفس المنظر ده، بس تبقى مش يلو، مش كده، تبقى لونها بني شويه او بيج او لون السكين. الايرابتيف سيرينجوما، انما دي ايرابتيف زانسوما تبقى لونها اصفر كده، دي تبقى معروفه ان عندها هايبر تراجلسيديميا. ايه انواع اللايبو هايبر لايبو بروتينيا يبقى معاهم تراجلسيريد عالي؟ رقم كام وكام وكام؟ 1 و4 و5. برافو، تمام. الديفرنشال دايجنوزس ان بتبقى اللي هي الايرابتيف سيرينجوما زي ما قلنا، البافيلار زانسوما دي نوع من انواع النون لانجر هاند سيل هيستوسايتوزس. فاكرينها البافيلار زانسوما؟ دي بتبقى يلوش وبابلو نيدرر وما عندهاش كواليسنس، يعني ديسكريت كل واحد لوحده، ماشي. دي تبص عليها هتلاقيها ان هي فيها نون لانجر هاند سيل هيستوسايتس وبيبقى الماركر بتاعت الهيستوسايتس، انما دي لا، دي فيها يعني ممكن تلاقي فيها لانجر هاند سيل عادي، وتلاقي فيها فوم سيلز، وتلاقي فيها بسبب دي بسبب ترايجلسيريديميا، انما دي بافيلار زانسوما دي نوع من انواع لان لانجر هاند سيل هيستوسايتوم. الزانسوما ديسيميناتا برضو تتلخبط بينها والايرابتيف، بس دي بتبقى جايه في فليكشر مينلي، في فليكشر بس ممكن تنتشر في كل الجسم وتتلخبط بينها وبين الايرابتيف زانسوما. بس دايما تسال بدات فين؟ لو قال لك بدات في الفليكشر شك على طول في زانسوما ديسيميناتا. الماكرو نودولار فورم اوف جوفينايل دانسو جرانيلوما، لان في ساعات الجوفينايل دانسو جرانيلوما بتبقى سوليتري، بس ممكن تبقى مالتيبل وتعمل مايكرو نودولار فورم، تبقى عاده في الاطفال مع هبوط. يعني ايه هبوط؟ دي بس سبلينو ميجالي ها وبالمونري ايه تيستيكولار وتيستيكولار برافو انلارجمنت، وبيبقى فيها بالمونري انفلتريت، وبيبقى فيها اوكيلار مانيفستيشن. اوكيلار هيباتو نعم في حاجه كمل اسوشيتد برافو وتكمل، هي كرونيك مايلود لوكيميا، ده اسمه تريبل اسوشيشن. تريبل اسوشيشن مع مين؟ لو لقيت فيه كافي اولي باتشز يعني فيها نيورو فايبروماتوزس يبقى معاها كامل على طول كرونيك مايلود لوكيميا. فاكر امال مين اللي كان معاها امل؟ سويت سندريلا. امل هي سويت، امل حلوه وجميله ماشي، فسويت هي امل، انما جوفينايل دانسو جرانيلوما هو الايه الكامل، تمام. ديسيمينيتد جرانيلوما انولار سكين كلر، بتبقى في الهيستوباتولوجي تلاقي فيها جرانيلوما انولار اللي هي فيها ايه جرانيلوما انولار باليسيدنج جرانيلوما، وفي النص في ايه السبيشال ستين بتاعتها يوسين اللي هي تلودين بلو الشام بلو كولايد الايرن، وما تنساش برضو الايه الاسيد اوريشين جيمس ستين. جنرالايزد ايرابتيف هيستوسايتوما برضو تتلخبط بينها وبين الايرابتيف زانسوما، صح. جنرالايزد سيمتريكال ديسكريت بتبقى فريش كلر خلاص، ما فيش تندنسي فور جروبينج، بتبقى واخد الجسم كله، وتلاقي تيجي تعمل الماركر بتاع النون لانجر هانسل تلاقي عنده generalized eruptive histiocytoma، تمام. differential degree eruptive zansoma أهم حاجة، البابلر زانسوما والزانسوما disseminata والجوفينايل زانسو جرانيلوما. برضو احنا نسينا نقول ايه generalized eruptive histiocytoma، برضو ابقى ازودها هنا generalized eruptive histiocytoma برضو ممكن تتلخبط بينها وبين الإيرابتيف، ماشي تمام. دي انا بفكركم يعني هنا بفكركم يعني لو مش عايز، انا نقلت السلايد دي من الاخر جبتها قدام عشان بقول لك انواع النان لانجر هاند سيل هيستوسايتوما لو انتم فاكرينها. البافيلر فاكرينها البافيلر، وزانسوما ديسيميناتا بتبقى في الفليكشرز، والجنرالايز ايرابت هيستوسايتوما اهي ماشي، وفي حاجه اسمها بروجريسيف نودولر فاكرينها تبع الهيستوسايتوما. ريتيكول هيستوسايتوز اللي بيبقى فيها جلاس اللي هي الازاز المصنفر اسمها ايه مش فاكره. المهم بنانس فاليكستوسايتوز دي انواع برضو الايه اللانجر هانسل جوفينايل زانسوجرانيلوما نيكروبايوتيك بلانزانسوما اللي هي ديفيوز نورمال ليبيديميك،
ومالتي سنتر كوتيكولو هيستوسايتوز. كل الحاجات دي انواع للنون لانجر هاند سيل هيستوسايتوز. فالحاجات دي في يعني انت يعني حاجات يعني احنا سمعنا عن البلانز اند سوما في النون لانجر هاند سيل، وسمعنا برضو عندها في الايه في الزنسومه بتاعتنا صح، اللي هي بتبقى بالمر وبالفيفرال صح. نيكروبايوتك بنتلخبط بينها وبين الزنسلازما، جيفينال زنسو جرانيلوما هي والزنسومه ديسيميناتا، والبابلر زنسوما هي والجنرالز ايرابتيف هيستوسايتوما، بنتلخبط بينهم وبين الايرابتيف زنسوما. ايرابتيف زنسوما دي شكل الايه بفكركم بشكل جيفينال زنسو جرانيلوما، وليس ان انا اقول لك ان هو ده نوع من الزنسوما. هي فيها صح، بس يعني في بعض الكتب بتذكرها مع الزنسوما، بس هي mainly it is a non Langer hand cell histocytosis. ده الكافي اولي باتشز اللي بيبقى فيها يعني بفكرك برده اللي احنا قلناها، كافي اولي باتشز والنيروفابروماتوزس ومعاه اللي هي ايه تريبل اسوشيتد جيفينال زنسوما اللي معاه كامل تمام. دي بابلر زنسوما نوع من انواع النان لانجر هاند سيل، وفي نفس الوقت هي نوع من انواع زنسوما. جنرالايزد بابلر زنسوما ده شكلها بيبقى فيها فوم سيل تون جوينت سيل، وبعدين ما بيبقاش ايه يعني ساعات بيبقى نوت اسوشيتد هايبر ليبيديميا ولا حاجه، بس بيبقى معاها مينلي ايه كوزموتولوجي. الكوزموتولوجي بتاعتها عايزه تصليح، فالعيانه بتضطر انها تيجي عشان ايه تعمل بيلينج او تعمل بليت بليز عشان تشيلها من جلدها تمام. ده شكل زنسوما ديسيميناتا، بفكرك بيه انه بيبدا الاول في فليكشر وبعدين بينتشر. فاكر حاله الزنسوما ديسيميناتا اللي قلت لكم قفلت عينيها من كتر ما انتشرت في جسمها كله تمام. الزنسوما ديسيميناتا اهو، ودي الماركرز بتاعتها اللي هي سي دي 68 هام 56 والفاكتور 13 تمام. دي بقى ده نوع بقى النوع اللي قبل الاخير من الزنسوما اللي هو اسمه فيروسي فورم زنسوما، اللي بتبقى في الايه ميوكاس ممبرين. شوف عامل ازاي، هتلاقي جواه برضو فوم سيلز وتون جوينت سيلز، نوع من انواع الايه اللي هي ايه الاكوميليشن اوف ليبيد جوه التيشو، ممكن تكون ما معهاش خالص هايبر ليبيديميا ولا حاجه، بس فيري كاركترستيك تتلخبط بينها وبين ايه، في حاجة تتلخبط بينها وبين الفيروسي فورم زنسوما دي. ها يعني كانديدا مثلا؟ لا مش للدرجات، اللي الحاجات اللي هيومن بابيلوما فيروس ايه اللي كان بيجي في البق؟ اورال فلوريد، فلوريد بابيلوماتوز برافو. ايه كمان؟ عايز اسمع صوتك يا حضرتك بيقطع فوق ولا تحت البروسي فورم؟ نعم انا مستمعك يا احمد، قول تاني معلش عيد. البروسي فورم قصدك دكتوره؟ البروسي فورم زنسوما تتلخبط بينها وبين انت قلت اورال فلوريد بابيلوماتوز، في حاجه ثانيه؟ هل لديك اقوال اخرى؟ لا تمام. يعني لو نفتكر اللي هي ايه بس فيري كاركترستيك، يعني لو يعني فاضل لها بس تشيل بس الميوكوس ميمبرين كده وتلاقي الزنسوما تستشو هيبان لك على طول تمام. ممكن اورا فلوريد بابيلوماتوز دي نوع من انواع الروسي فورم سكوما سيل كارسينوما، او ممكن اللي هي النوع بتاع الهيومن بابيلوما فيروس اللي اسمها اللي كان بيجي في الميوكوس ميمبرين وبيعمل كابل ستونين كده، فاكرينه كان اسمه ايه؟ عايز يتراجع. لا هو نوع من انواع الهيومن بابيلوما فيروس كان بسبب نمبر 31 هيومن بابيلوما فيروس فاكرينها؟ ارجعوا لها، هوكس ديزيز، فاكرين الهوك؟ هوك ديزيز ده هيومن بابيلوما فيروس بيبقى برضه شبه كده، لو هي مالتيبل تفتكروا ان هو هوك ديزيز تبع الهيومن بابيلوما فيروس برضه خلاص. اتنين بي اسوشيتد.